رفاق وأصدقاء ومواطنين مجتهدين ومجاهدين. أحب أدخل في الموضوع. موضوع الإنتاجية موضوع حيوي جدا، أحاول في هذه الفترة 30 دقيقة أن أوضح قدر المستطاع. في معلومات موجودة على الشاشة وفي معلومات بشارككم. قبل ما نتكلم عن الإنتاجية خلينا نعرف شنو الإنتاجية. الإنتاجية هي العلاقة بين المخرجات العمليات أو الإنتاج أو الخدمات والمصادر الداخلية. يعني إذا في مصنع أو بنك أو مطبخ، شنو يدخل في هذه المؤسسة وشنو يطلع من هذه المؤسسة. فخلنا نأخذ المطبخ، شنو أنتوا تدخلون داخل المطبخ، شنو أم العيال تطلع من المطبخ، والفرق بيناتهم إلا وأنتوا بكرامة تنزل في سلة المهملات. كل ما زادت هذه النفايات كل ما إنتاجيتك أقل. هذه بمفهوم العام. في الشركات بالضبط نفس الشيء. الأداء والفعالية عنصران مختلفان. الأداء دائما نتكلم عنها بمعنى عن الفعالية، وهذا هو سبب مشاكلنا. الأداء القيام الصحيح للعمل، يعني أنت مكلف بقيام عمل لازم تقوم بأسلوب الصحيح. الفعالية القيام بالعمل الصحيح، يعني في بادي الأمر لازم العمل يكون صحيح. يعني إذا أنا شغلي سائق ما أروح أشتغل صباب شاي، حتى لو أصب عدل، حتى لو أصب بأسلوب مهني راقي. ففي كثير من هذه الحالات نشوف في شركات ان شخص وظيفته شيء وقاعد يشتغل شيء ثاني، لكن بكل دقة. مثل واحد عنده رحلة لخارج البحرين، يقوم لابس عدل ومعدل روحه ومعدل شنطته والتوقيت عنده مضبوط، ولكن يروح صوب البداية المطار هصب. هذا اللي يحدث في كثير من الحالات. في المؤسسات هناك في ثلاثة عناصر تدخل في الإنتاج. يعني شنو ندخل؟ ندخل أول شيء الموارد البشرية، ثم الموارد المالية، ثم البنية التحتية. البنية التحتية كل شيء غير الموارد البشرية والموارد المادية، يعني من بنايات الأرض والمكاين والمواد الاستهلاكية، كل شيء ثاني نسميه البنية التحتية. الموارد البشرية يعني شنو تأثير هذه الثلاثة عوامل على أداء المؤسسة، تأثيرهم شلون، يعني من له دور أكثر من يعني بالوزن. شفنا وهاي الأرقام من الواقع، يعني متأكد أنا منهم لأن جيت مع أمريكا مع بريطانيا. 46% من نجاح أو فعالية المؤسسات تأتي من الموارد البشرية. هاي بعيدا عن العواطف، بعيدا عن شعارات سياسية وما إلى ذلك. يعني أكثر من ثلثي التأثير تأتي من الموارد البشرية، يعني من البشر اللي عايشين فيها. بعدين عندنا 20% من البنية التحتية، المكاين وما إلى ذلك. وعندنا 16% من الموارد المالية. الحين شوفوا هذه الواقع. شنو اللي قاعد يصير في المؤسسات؟ تركيزهم على العنصر أقل، يعني أضعف عنصر أو أقل مساهمة، الموارد المالية. أول إحنا أنا مدير عام، كنت رئيس تنفيذي. فنشوف أول الصبح نروح نفتح البالانس شيت، بعدين إذا عندنا وقت نروح نطالع المكاين، وبين فترة وفترة نشوف الناس. والعكس المفروض يكون صحيح. والرؤساء الناجحين جدا وبجيب أساميهم هم اللي يركزون على الموارد البشرية من الجانب الإنساني أولا.
يعني بعيدا عن العواطف والشعارات، ولكن هناك في مجال كبير الظاهرة العامة في المؤسسات أن 72% من العمل لا قيمة مضافة له. 72 هاي أنا بصايدهم شركات زينة، شركات اللي أنتم تسمعون عنها أنها شركات فاعلة جدا وناجحة. هاي 72% من تحركاتهم حلوا اليوم الضر ولا يفيد. بس احنا ما نقيس الاداء بالتحركات، يعني الحركه هذه بالنسبه لنا غير معنيه، فاحنا نركز على الانتاج، شنو انتج في اي فتره زمنيه. 72% في امريكا عندهم 71%، احنا عندنا 72%، وانا اخذت هذه من احسن الشركات. 20% من الفعاليات هي ضروريه ولكن لا نؤديها بأسلوب الصحيح، بحاجة إلى improvement. هني لا في نماذج جيدة لسامعين أنتم، تحسين الإنتاجية، تحسين الجودة والجودة الشاملة ما إلى ذلك، فقط حق 20%، لأن 72% هاي خير شر لازم تقطعونهم من الجذور، يعني مو بتحسن. المشكلة إن إحنا نروح نحسن على شيء غير مفيد، وهذا أنا أقول حق الرؤساء، هذا هو الكفر. يعني أنت تهدر، هذه كفر صغير، وتفنن في الإهدار، هذه من الكبائر. فثمانية في المئة الدقة، الدقة الموجودة في الدنيا اللي احنا عايشين عليها 8%. هذه بعض المعلومات. وبعدين بنش احنا اللي نقول هل الشخص يؤدي واجبه، هل انتاجيته عدله، هل المواطن البحريني انتاجيته في مستوى المطلوب. احنا نبي المواطن البحريني يكون اداء الاداء قياس، ستاندرد بيرفورمانس. والستاندرد بيرفورمانس هناك في تعريف متفق عليه عالميا، هذه انا ترجمته بس من السبعينات، انا ادرس هذه الامور وهذه من ايلو، ان الاداء القياسي هو الاداء الذي تم كلش تم تبنيه في العقل بناء على الخبرات، على الخبرات مع عدد من العاملين، او تم اتفاقا من خلال التدريب الخاص. انا عندي ليس MTM يسمونه، اني اروح المصنع واشوف واحد يشتغل، هل هو يشتغل على اداء القياسي ام انزل او ارفع، من خلال مشاهدتي للشخص، لان في وراء راسي في هذاك الشخص القياسي اقارب. فهذا الاداء القياسي احنا نحكم على المواطن البحريني على هذا. خلينا نشوف شنو المشكله. تعريف الأداء القياسي، أنا أبيكم الحين تركزون معاي في كلمات أبيكم تأخذونه وياكم. هو معدل الإنتاج الذي ينجزه العاملون المؤهلون، كلمة المؤهلون بدون إجهاد، كمعدل ليوم عمل أو دورية، بشرط أن يكونوا ملمين وملتزمين بأساليب عمل معينة، وبشرط أن يكونوا محفزين لأن ينكبوا على عملهم. شوف الشروط هذه، وبعدين إحنا نروح نطلب من العامل أو الموظف أن يقوم بأداء على مستوى الأداء القياسي. شوف كم مؤسسة، كم إدارة تلتزم بهذه الأمور. هذه تعريف ILO، تعريف BSI، British Standard Institution. فأنا اللي كنت مسؤول في ألبا كنت أقول حق المدراء أنه لو أنت قبل ما تطلب من العامل شيء، هل أنت استوفيت الشروط هذه ولا لا؟ في غالبيتهم ما في،
يعني احسنهم ماديا يكونون زينين ولكن نفسيا ما يكونون زينين، محفزين. احنا نقول محفزين، متحفزه بالماديات وبالمعنويات، ولكن هناك في هذه، اسمحوا لي ان انا هذه انا جاي من واقع العمل، يعني وحوش، وحوش بمعنى الكلمه. يعني هذين انا ابي منكم انتم ومن النقابات العماليه ان توصلون الى درجه ان تطلعون لنا قوانين ملزمه بان اي نوع من التعدي النفسي داخل المؤسسات بمثابه اجرام. انا عندي اجرام فلان هذه الاماكن مغلقه والمدراء عارفين نقاط ضعف الموظفين فيلعبون على هذه المعلومة. في تحركات في بريطانيا في أمريكا لرصد هذه ولكن لحد الآن صعب. بنشوف أن شيء كلنا المؤهلون يكون بدون إجهاد، يعني في نهاية الدوام ما يكون هناك، ما يكون يعني يحتاج إلى أسبوع راحة بعد دورية واحدة، بشرط أن يكونوا ملمين وملتزمين بأساليب العمل. وين دربتهم؟ قلت لهم شلون صار؟ كثيرين من هذين اللي يتهمون البحرينيين، اسمحوا لي لأن أنا متهم ترى، يقولون تعاطفي وأنا أعرف لغة الأرقام. أنت توظف البحريني وتقطه في محل العمل وتربط بكثير من الأساليب يعني استبدادية، وبعدين تقول البحريني ما يشتغل، هو مثل ما أنت ربط البحريني وقطيته في البحر وتقول البحريني ما يقدر يسبح. This is not going to work. فهو بعد ذكي مثلك، بقول لكم أشياء إن إذا أخذ حقه هو بياخذ حقه وأزيد. كثير من الحوادث، كثير من التعطيل في سير الإنتاج هي متعمدة. كثير يعني نقول مرة واحدة الماكينة اخترقت، الماكينة ما كان فيها شيء. لأنه هو ماخذين حقه فيشوف يبرمج روحه نفسيا يعني لا وعيا انه وهو ماشي يضرب بيده في آلة حساسة ما تقدر تثبت عليه، فهذه الآلة تعطل المصنع. انا اقول لكم عن قصتي، انا كنت اشتغل وانا صغير في مصنع مياه غازية بدون ما نجيب اسامي، ما كانوا يعطونا بريك وقت الراحة، وانا كنت اغسل الغراش بالاسد وحار والأسد هذه وروحه يعني خانق، نبي نرتاح. كنت أروح أدور على باري تعرفون شنو قطعة حديدة، كنت أخلي تحت السنجل مال الكونفير بيلت هذه وأكسر السنجل. الحين حصل ساعتين يعني بليف مي العمال والموظفين أذكى مني أنا، يعرفون شو يسوون. يعني أنا مارستهم، يعني عشت وياهم، عشت وياهم كعامل وعشت وياهم كمسؤول. لا إذا في مشكلة في أي مؤسسة طالع فوق، الحين بنجي إن شاء الله وبنطالع. فمن هو العامل المؤهل؟ المؤهل أنا ما أتكلم عن شهادات، العامل المقتدر. العامل المؤهل هو الذي تم القبول بأن لديه مواصفات بدنية لائقة ولديه الذكاء والتعليم، وكذلك هو حاصل التعليم، مو معناته لازم رايح المدرسة ولا الجامعة، وكذلك هو حاصل على المعرفة والمهارة الضروريتين للقيام بالعمل المناط إليه على درجة مرضية من مواصفات السلامة والكمية والجودة. بعدها شوفوا الكلمات هذه، كم مؤسسة تلتزم بهذه؟ يعني احنا شفنا في ألبا
تسرب كبير كان عندنا في الثمانينات، يعني يوميا كنا نوظف 30-40 شخص. شفنا ليش هذا؟ لأن كنا نوديهم مباشرة من دائرة التوظيف إلى المصنع، بعدين لين أخذناهم في 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 برنامج تدريبي مثل هذه الاستيفاء بهذه الشروط، شفنا صار عندنا استقرار. الحين كثير من القطاعات الإنشائية والقطاعات الخدمية يأخذونهم ويودونهم مباشرة ويتوقعون منهم كل شيء، ويتهمون البحريني بالكسل، وأنا جاي حق هذه. هذه اللائحة من ILO، أنا أستعمل وايد. علاوات الوقت للعاملين، في كثير من هذه العلاوات حاجة ضرورية. في البداية كل شخص بحاجة إلى 11% للانتباه لنفسه، هذه كامرأة وكرجل 9%، يعني خلينا نقول 10% كمعدل، هذه راحت عليك للغسل والشمار والراحة وهذه. بعدين بناء على طبيعة عمله، شوفوا هذه شيء، إذا هو واقف فترة طويلة هل قد تعطي، إذا هو قاعد يشيل ثقل هل قد تعطي، وإذا هو في مكان بيئة غير مواتية، حر برد ولا إلى ذلك، فيه كل هذين موجودين. يعني اليوم أنا شايف ناس يشتغلون في الشوارع ساعة 12 قاعدين يسقون الأرصفة، أنت ما تحصل من هذا الشيء، يعني في خلال هذه 4 ساعات أو 6 ساعات ما تحصل ولا ساعة إنتاجية. هو منهك، هو يتحرك لكن ما في إنتاج. أنت مو من مصلحتك أن تخليه في هذا الوضع، بس يقول لك زين بعد نعطيه وظيفة ونعطيه راتب ولازم يشتغل، بس ما يقدر ينتج لك. في ألبا في قسم المسبك كان عندنا عملية يدوية، شيل القوالب هذه ستاكرز يسمونها، شيل القوالب وتصفهم على بعض. شفنا ان كل شخص يشتغل نص ساعة يحتاج 45 دقيقة راحة، حار حتى الألمنيوم حار ساخن وبخار. فقلنا شنو الحين؟ لازم نوصل إلى مرحلة ان هذه البكان الآن يجب مكننته، وما تقدر تحل، يعني مهما تضيف على راتبه ما يقدر يشيل أكثر. مثلا أكبر جعفري يقدر يشيل قول 30-40 كيلو، عطى بعد 20 دينار يمكن يشيل 31 كيلو، عطى بعد 50 دينار يشيل 32 كيلو، لو تعطيه 1,000,000 ما يقدر يشيل 100 كيلو. يعني مو بالنسبة والتناسب، هناك في حد معين، مو في صالح صاحب العمل. أصحاب العمل أنا كلمتهم كثير إن هم قاعدين يضرون نفسهم، يفكرون إن هم قاعدين يدكون على العمل. فهذه الأمور إحنا نستعملها في تضبيط الوقت وتحديد الوقت للإنتاج. الحقائق أو الحقيقة الأولى من خلال دراساتنا عديدة جدا، ليس هناك أي علاقة بين إنتاجية الفرد وهوية المكتسبة. أنا درست كثير، يعني كتب لا العرق ولا الدين ولا الجنسية، لا حد يقول البحريني غير أو العربي غير أو المسلم أو سني أو شيعي، هاي ما لها علاقة أبدا. يعني أنا أبصم لكم. الحقيقة الثانية، الثقافة وبيئة العمل يؤثران وبشكل رئيسي على إنتاجية الأفراد والمؤسسة إجمالا. يعني إذا هو يشتغل منك أنت، إذا هو ما يشتغل منك أنت. ففي عندي مثال حي، إخوان، واحد يشتغل في شركة معتبرة
ملتزم في التوقيت، ملتزم في الإنتاج، ملتزم بإرشادات السلامة. أخوه الثاني يشتغل في شركة مو عدلة، ما في شيء عدل، إنتاجية هذا الأخ متدنية وإنتاجية الأخ الثاني عالية جدا. لو هذه كانت ثقافة البحريني، هذين جايين من نفس البيت، لازم ثقافة العمل عندهم نفس الثقافة. هذين ماخذين على عاتقهم ثقافة المؤسسة. يعني أنت من حقك أن تفتخر إذا أنا إنتاجيتي عالية، ومن حقك أو من حقي أن تتحمل المسؤولية إذا أنا إنتاجيتي متدنية. العامل لا يلام. إذا أحد عنده أي شيء أنا أقدر أتكلم عنه. هو أنا كنت مستشار لشركة، اللي رئيس تنفيذي لشركة كبيرة، كان يأخذني بالساعات، يعني تعال أقول لي أفكار وهذا. يوم واحد لأن أنت مستشار لشخص صير عنده علاقة صداقة يعني عن قرب. فيوم كان قاعد إنجليزي، كان يقول لي شوف أكبر إيش قد أنا صرفت فلوس على رواتبهم على هذه وعلى ذا. بعدهم قاعد يحن ويرن لمدة 20 دقيقة وأنا ساكت، ولا يقول لي ليش ما تتكلم؟ أقول له كل اللي قلت كشفت عن نفسه، فضحت روحه. إذا العامل ما يشتغل يعني أنت إدارتك ضعيفة. إذا عامل إنتاجه متدني أو رديء بسببك أنت. إذا أنا كأب أو أي شخص كأب عنده ولد فاشل في المدرسة في الدراسة، وابن الثاني صاحب مشاكل، وابن الثالث، شو تفكر فيني أنا كأب؟ مثل ما أنا أكون لي حق أن أفتخر فيهم إذا هم ناجحين، لازم أتحمل المسؤولية إذا هم. بالضبط نفس الأسلوب يجب أن يطبق في المؤسسات. عندنا القدرة على المشي يدنا من هاي السوالف، ونخلي اللوم على الحلقة الأضعف، وهذه أسلوب عقيم قديم وهذه ما تمشي مع بالتأكيد على الجيل الجاي. العادات والممارسات السيئة والجيدة تأتي من الأعلى إلى الأسفل. تشفت عمرك مدير يتعلم أشياء زينة وأشياء سيئة من العمل، ما في تصرفات يعني. وبالذات على رأس الهرم عندنا شركتين نموذجيتين وأنا أفتخر بهم كبحريني، عندنا بنغاز وعندنا بتروكي مويات. أنا أشتغل وياهم وايد، أبحث شنو دليل ليش. شفت أن الرؤساء التنفيذيين في هذه الشركتين إنسانيين لدرجة كبيرة، إنسانيين بمعنى الكلمة، يعني ما قاعدين يمثلون. فتشوفهم أن قريبين، هادين البنية التحتية، هادين الموارد المادية، مركزين على 64% من التأثير، مركزين على هذه العنصر الحيوي. وبروحهم يقول أنا ماني شغل بالمكاين، أنا أجيب الشخص وأحفزه على أساس هو يكون أفضل مني في تشغيل المكاين، وأجيب محاسبين جيدين على أساس يديرون الشأن المالي، مو أنا أدير، أنا شغلي أحفز دي. كل النوابخ كانوا من هذه. المؤشرات العامة، هاي المؤشرات الكلية اللي احنا ما نعول عليها كثير، ان انتاجية البحرين 40%، هاي من يريدو 40% من شنو؟ هو إذا ناخذ أمريكا كمعيار، إحنا 40% من أمريكا، تقريبا مرتين ونص هم أكثر منه. يعني شخص واحد ينتج في البحرين، سوري، شخص واحد في أمريكا ينتج عن شخصين ونص في البحرين.
بالنسبة لسنغافورة احنا قريبين من 60%، يعني تقريبا شخصين في البحرين يساوي شخص في سنغافورة. هذه مؤشرات ما نحاول وايد عليها. احمد خلص؟ اوكي. خلينا نشوف احنا استاذ عبد الله اتكلم عن موضوع اهمية الانتاجية. الانتاجية راس الحربة. اليوم افقر منطقة من حيث الموارد الطبيعية لاوروبا الغربية. بريطانيا، فرنسا، اسبانيا واسكندنافيا بالذات. ما عندهم شيء، اسكندنافيا عندهم خشب. اليوم انتاجيتهم واقتصادهم من ارقى اقتصاديات العالم. وافريقيا اغنى قارة في العالم وهي افقر قارة. يعني شنو هذه شنو الاستنتاج؟ استنتاج يعني مو بالموارد الطبيعية الا يتمكنوا من حياة محترمة. لإدارة الموارد مثل ما استاذ عبد الله قال، حسن استغلال المصادر فقط، لأن المصادر موجودة في الدول العربية، هي من أغنى منطقة في العالم ولكن من أفقر المناطق في العالم. يعني الإحصائيات ما أدري أشارككم ولا لا، يعني كفاية أن أكبركم في الجرائد ساعات. يعني 29% بطالة عندنا، 30% أميين. شلون انت تستوفي هاي الشروط العامل المؤهل؟ شلون تستوفي شروط الاداء القياسي؟ يعني هذه الامور. التركيز يكون على الانتاج، على هاي المشكله. يعني انتم اكيد الحين قاعدين تفكرون وين الخلل؟ الخلل المؤسسات يركزون على الانتاج، الحكومات يركزون على النمو الاقتصادي بمنع عن الجانب الانساني. يعني أنا الإخوان في المجلس التنمية الاقتصادية والمسؤولين آخرين حتى وزراء منهم في كلام بيني وبينهم، يعني لا أقول لا تقولوا لي كم كان النمو الاقتصادي في البحرين في هالعشر 12 سنة الماضية. النمو الاقتصادي كان محترم جدا، 4-5-6 حتى وصلنا 7. بس وين النمو؟ احنا عندنا 13 محطة. إن إذا في نمو اقتصادي، هاي النمو لازم يمر ب 13 محطة على أساس يوصل للمواطن. نحول النمو الاقتصادي إلى ازدهار الاقتصادي. إحنا المحطة الأولى، محطة الثانية، محطة الثالثة، المردود يختفي. وين يروح؟ يروح في جيب الأقلية. وهاي ظاهرة، ظاهرة مش بس في البحرين، في كل مكان. يعني النمو يأتي ولكن يختفي مرة واحدة. يعني الإخوان حتى على درجات عالية في البلد يعني كلموني، أكبر تشيلوا قاعدة وقالوا نعم هذه إحصائيات منكم، أنا ما يجي من البيت. أنت تقول أن كان في نمو، أنا أقول إحصائيات تقول في تدهور في الوضع الاقتصادي الاجتماعي للمواطن. هاي احصائيات منك مو بين 52.5% من البحرينيين رواتبهم بين 200 دينار و 400 دينار. قل لي وين النمو؟ اليوم الخريج يتمنى انه يحصل 300-400 دينار. أنا آخر شخص وظفته في ألبا 1989، أي آخر يوم وظفته على 800 دينار. شوف شنو صاير، والمفروض إنه يتحسن. والقدرة الشرائية للدينار مع مرور الزمن تضعف في كل مكان. نفس الشيء حاصل في العالم. يعني النمو الاقتصادي هاي الناتج القومي الإجمالي جي دي بي، جروس ناشونال جروس دومستيك برودكت،
هذه خطيئة في حق البشرية. هذه الفكرة جت بعد الحرب العالمية الثانية، إن الأوضاع كانت متدهورة، فالكل يبي ما في شيء، والإقطاعيين أو أصحاب الموسم قالوا إحنا ما نعطيكم، إحنا ما شارك معكم الكيكة، تعالوا خل نصنع كيكة ثانية وبعدين بنتشارك. فيلا على أساس إن هذه المجتمع وهذه الدولة قاعدة تنمو أو لا ما بعد الحرب، وقاعدة يعني تحسن أوضاعها من الدمار، يا واخذوا هذه المؤشر، شافوا إيه والله في مؤشرات نمو اقتصادي، نمو اقتصادي. اليوم الثروة في العالم تساوي 320 تريليون دولار، يعني إذا تأخذون ناتج القومي لأمريكا أكبر اقتصاد في العالم 16 تريليون، شوف ايش قد في ثروة، نص 320 تريليون في يد 1% من البشر. هاي احنا نتكلم عن البحرين، هذا بعد نتكلم عنها دوليا. في امريكا، في بريطانيا 20 عائلة او 20 فرد يمتلكون 70% من الاراضي. دولة ديمقراطية، دولة الفقر قاعد ينتشر في بريطانيا، في خلل، نعم في خلل. يعني أنا عندي رأي، عندي شخص أنا كل احترام تشارلز هاندي، إحنا نفكر إن هذا الموضوع يجب أن يتغير. مثلا الشخص يشتغل في بابكو ويشتغل في ألبا 20 سنة، فنش أو تقاعد، هو ترك أثر، لازم يعطونا حقه، يعني بس على 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 صفة مستمرة. يقول شلون يصير؟ هكا أنت تعطي ملكية فكرية، زين أنت صاحب رأس المال، يخلي رأس المال في المؤسسة ويأخذ الأرباح باستمرار. هذه بعد مخلي رأس مال المعرفي في المصنع، لكن ما قاعد يحصل شيء. هل استطاعتنا في المستقبل نوصل إلى هذه الأمور؟ أنا إنسان متفائل جدا. يجب المثابرة، يجب الإلحاح، يوما ما بنوصل إن الشخص إذا اشتغل حسب فترة عمله في المؤسسة إنه يعطونا أو يجازونا بمردود مالي. هل إحنا رايحين في هذا الأسلوب؟ كافيه في نماذج جيدة في اسكندنافيا، السويد، النرويج، فنلندا، وهذين دول فقيرة جدا. ل 1919 النرويج والسويد ما كان عندهم مدارس، أنا كتبت عنه في الأيام، ما كان عندهم مدارس. في شخص طلع وغير كل شيء، غير شلون، راح ل 64% من الموارد البشرية. اليوم كل الاقتصاديات الناجحة تركز على هذا العنصر، واحنا اول ما في مشروع نفكر في البنكرز اللي هم ثقلهم 16%، بعدين نروح وين ندور مكاين وين، اليوم كل شيء في ما نركز على النظام. وبعدين انت تجيب لي مشروع وما توظف لي المواطنين، شنو فائدة المشروع هذه؟ يعني اسف انا يمكن ازعج بعض الناس، يعني انت قول لي في 2015 تم استحداث 25,000 وظيفة في البحرين، 86% من هالوظائف راحت حق الأجانب. اليوم في البحرين في 600,000 وظيفة، 150,000 فقط للبحرينيين، وأغلبها مو وظائف ذات القيمة المضافة عالية، مو من رواتب عالية، يعني الإحصائيات كلها أغلبها فيها. نعم، في بعض الناس يفكرون بأسلوب مختلف، قالوا لي بعد، يقول لي أنا ما يخصني منه الوظف، منه أنا عندي النمو الاقتصادي.
أنا أقول لي أنت غلطان، أنت بعد بتضيع فيها. هذا اللي صار في 70 سنة الماضية بمنع عن إحنا النظام اشتراكي ولا النظام رأسمالي، ما إلى ذلك، سمي اللي بتسميه. أنا أقول خير البلد لأهل البلد، وهذا المعمول في العالم. أنا ما أقدر أروح أشتغل في بريطانيا، وليش أنا أسمح للبريطانيين يجون يشتغلون عندي وبعدين أنا أدعم مصاريفهم في نفس الوقت في غياب الضرائب؟ بعد أنت تروح بريطانيا، أول ما تخلي ريولك في المطار وهاي الميتر شغال عليك 17.5 الحين 20 VAT، الضريبة القيمة المضافة على كل شيء، يعني حتى الأنوار في الشوارع محسوبة عليك. ننور لهم الشوارع، ننور لهم بيوتهم، ناكلهم، نلبسهم على حساب المواطن. وهذا شيء انا افكر انه في خلل. المسؤولين يقولون احنا مقتنعين بهالكلام بس نبي اليه للتغيير. التغيير بحاجه الى اراده سياسيه. عبد الله، ايش قد عندي وقت؟ خلصت؟ بالنسبة كنت أتكلم ويا محمود، ما في شيء جديد ترى. هاي اللي أنا قلت لكم في التاريخ، أنا أقرأ التاريخ، تاريخ الحضارات بالذات. أنتوا عايشين أفضل فترة من التاريخ، وهاي الأرقام اللي أنا أعطيتكم أرقام مأساوية، ولكن هذه الأفضل المطروح تاريخيا وحضاريا. أي شيء قبل أسوأ. الأمور اللي تغيرت إن وجوهنا تغيرت وملابسنا تغيرت. الشيء الوحيد اللي ما تغير تصرف البشر، ما تغير، نفس الجشع، نفس الظلم، نفس الاستغلال. هذه أغلب علماء التاريخ هذين كانوا مجرمين، كانوا سفاكي الدماء والسراق، ولكن إحنا نرفع أساميهم فوق. هاي الشاه أكبر بنى لهذا، هو ما بنى تاج محل، جاب له مهندسين من اصفهان مينون على هالحرمة ذي عشان 20 سنة و 20,000 عامل. هذا لازم يغطونه، نقول عيب، لا تذكرونا بهالمآسي الموجودة. وهذاك حضارة الأحجار، فرعون وربعه. الحضارة اللي زينة أنا أفكر حضارة ما بين النهرين السومريين، يعني يابو قوانين، يابو أنظمة، يابو جزئيا العباسيين يابو بعد أنظمة، ولكن في مجملها كلها يعني أنت محظوظ إن عايش في هالفترة. أنا أفكر الإنسان بطبيعة حاله إنسان جشع، يعني جشع. إذا تبي تجربني أنا وأنا قاعد أتكلم الحين مستانس لأن الكلام وايد سهل، جربني أعطني الصوت وأعطني المال وبعدين شوفني شنو يصير. وأتمنى لكم التوفيق. أنا الشيء الوحيد اللي أنا أطلب منكم، أنتم جمعيات سياسية مهمة جدا في البلد وفي المنطقة، بجانب هذه جهودكم للحصول على الحقوق للمواطنين وللعمال، ان تطلعون الجانب الاخر، ان تحثون المواطنين والعمال وتوعونهم على واجباتهم، يعني ليس فقط الحقوق والحقوق. يعني انا ما كان عندي مشكله مع ذيك الايام، كان عندنا مثل النقابه، كان جي سي سي في ألبا، anyway، لجان العمال المشتركة. أنا ما كان عندي مشكلة، أقول هاي المال اللي في يدي أنا مو مال البلد، هاي مال البلد، أنتوا حقكم، أعطوني مدخل شيء إن أنا أسوي لكم، ولكن أحسن مدخل من جي محل. خلي نحسن الأوضاع ونتشارك. وسوينا في ألبا، هاي البيوت اللي تشوفون بيوت ألبا جد على هاي الفكرة، خل نوفر الأموال ونشارك. الحين بانين أكثر من 1000 بيت،
غير بالالاف الدافعين لترميم البيوت وما الى ذلك. لا لا، هذا اليوم هاي المشروع ماشي، هاي استهدفنا هذا المشروع في 1980. فاحنا نبي نكون صريحين مع انفسنا ان احسن شيء تسوي للمواطن هو ان تتمكنه، مكنه علميا، مهاراتيا، صحيا، ماديا، مكنه على اساس لا يحتاج ان احد او ما يقدر احد ياخذ حقه. هذين اللي احنا دربناهم، وانا كنت افرط في ميزانيه التدريب، يعني كل سنه كنت احصل هواش، وكنت متعمد يعني 200% ميزانيه التدريب فوق المعتمد. كنت اسوي اقول يا شنو بيسوون فيني، يعني في نهايه السنه بيهاوشوني النص ساعه، اوكي. لكن انا ايش قد بحريني دربت؟ اذا بتهاوشوني بدال نص ساعه ساعه انا بضاعف هناك، بزيد المصاريف اكثر. ما في مكان احسن من التدريب. المكان الوحيد، وانا شغلي في الانتاج، المكان الوحيد اللي ما في اهداء لو تدرب في اي شيء، حتى لو يكون عامل في باب وفي قلبه طرش كورس حق تنسيق الزهور، بعدها مو بهداء. هاي باكر بيفتح له محل. الله، خلاص، شكرا.